السلام عليكم يا باشمهندسين، النهاردة إن شاء الله هنشرح نظم واحد لأمبليتيود موديوليشن. المسائل اللي عليها احنا كنا أخدنا هنت بسيط كده كان قبل الأجازة، هو إيه الأمبليتيود موديوليشن وإزاي نعمله. فالمسائل اللي على الأمبليتيود موديوليشن احنا اتفقنا، عندي الموديوليشن عندي 3 أنواع في الأنجل موديوليشن عشان احمل السيجنال بتاعتي على كارير بفريكوانسي يكون عالي، لا اما امبليتيود موديوليشن لا اما فريكوانسي موديوليشن لا اما الفيز موديوليشن. اول حاجه عندي الامبليتيود موديوليشن، اللي عندي اللي بيتغير عندي الامبليتيود السيجنال اللي هتتبعت للريسيفر هناك بيبقى الامبليتيود بتاعها متغير. طيب انواع المسائل عندي، مساله مثلا يديني السيجنال بتاعتي اللي هي الام اوف تي والكارير، وعايز ان انا مثلا اطلع له الام اوف تي السبيكترم بتاعي والمودريتد سيجنال، وعايز ان انا اطلع الابر واللور سايد باند. طيب ادي اول حاجه خالص، مديني الام اوف تي بيساوي كوزاين 1000 تي والكارير كوزاين 10000 تي. احنا متفقين ان الفريكوانسي بتاع الكارير بيكون اكبر بكتير من الفريكوانسي بتاع السيجنال، فعايز اول حاجه فايند السبيكترم بتاع الام اوف تي. عايز السبيكترم بتاع الام اوف تي، هي يعني ايه كلمه سبيكترم دي؟ هو مديني هنا الام اوف تي بيساوي كوزاين 1000 تي، دي كده في مين؟ في التايم دومين. لا، هو عايز السبيكترم بتاع الام اوف تي يعني الفريكوانسي دومين، يعني قول لي الفريكوانسي عند فريكوانسي كذا عندي سيجنال، فريكوانسي كذا عندي سيجنال ثاني. فالسبيكترم بتاع الام اوف تي يبقى الام اوف تي في التايم دومين بيساوي كوزاين 1000 تي. عايز اطلع الفريكوانسي دومين، كنا احنا قلنا عملنا ايه؟ تحولت الكوزاين من التايم دومين للفريكوانسي دومين، كنت بعمل ايه؟ نص الامبليتيود في سيجما فريكوانسي ناقص زائد سيجما فريكوانسي زائد. فانا عندي اول حاجه عايزه اجيب الاف ام نفسه عشان شغالها فريكوانسي، فانا عندي هنا مديني الاوميجا ام، الاوميجا ام مديها لي ب 1000 تي ب 1000، فالاوميجا بيساوي 2 باي الاف ام، فالاف ام هتساوي الالف على الاتنين باي، تمام كده. فالام اوف اف اللي هي السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين بيساوي نص الامبليتيود، انا عندي الامبليتيود هنا بواحد، فيبقى نصه يبقى نص مضروب في سيجما افتح قوس الفريكوانسي ناقص الالف على الاتنين باي زائد السيجما الفريكوانسي زائد الالف على الاتنين باي. يعني انا عندي عند فريكوانسي الالف على 2 باي عندي مين؟ بلصايا اهي، وعند السالب نفس النظام، انا عندي اتفقت ان انا بشتغل في البوزيتيف والنيجاتيف بيبقى الميرور بتاعها. ف ده كده في ده رسمه السبيكترم، عندي امبليتيود بكام؟ بنص. طب تاني حاجه عندي عايز مين؟ الموديوليتد سيجنال. هي الموديوليتد سيجنال دي اللي هي مين؟ احنا اتفقنا الموديوليتنج الاي ان جي يعني السيجنال اللي انا عايزه ابعته. طب الموديوليتد بالاي دي يعني السيجنال اللي انا خلاص عدلتها وعايزه توصل للريسيفر، اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي الاكس اوف تي. كنا بنعمل عندي عايزه اعمل امبليتيود موديوليشن، عندي السيجنال وعندي الكارير، كنت بعمل ايه؟ الاكس اوف تي هتساوي الام اوف تي مضروبه في كوزاين 10000 تي، اللي هي السيجنال مضروبه في الكارير. ده ابسط نوع عندي من انواع الموديوليتور بتاعتي، الموديوليتور اللي بستخدمه عشان اعمل الامبليتيود موديوليشن. فالاكس اوف تي هتساوي كوزاين 1000 تي في كوزاين 10000 تي، هو عايزها نفس الكلام في الفريكوانسي دومين. فالفريكوانسي دومين عايز احول الكوزاين للسيجما دي، بس انا عندي هنا 2 كوزاين مضروبين في بعض، فالاتنين كوزاين مضروبين في بعض بشيل الكوزاين في الكوزاين، يبقى نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع العشرة تلاف زائد الألف، يبقى نص كوزاين التسعة تلاف تي زائد كوزاين الحداشر ألف تي، تمام كده. فيبقى عندي عايز اطلع في الفريكوانسي دومين هتساوي مين؟ هتساوي نص الامبليتيود. طب انا عندي الامبليتيود هنا خلاص بقى نص، يبقى ربع مضروب في مين؟ سيجما. همسك عند كوزاين، يبقى الكوزاين بتاعتي هتتفك لاتنين سيجما والكوزاين التانية هتتفك لاتنين سيجما، يبقى عندي سيجما الاف ناقص التسعة تلاف على الاتنين باي، عايز تعملها بالاوميجا عايز تعملها بالفريكوانسي الاتنين واحد، فالاف ناقص التسعة تلاف زائد السيجما الاف زائد التسعة تلاف
زائد مين؟ ندخل على الكوزاين التاني، يبقى سيجما الفريكوانسي ناقص الحداشر ألف زائد السيجما بتاعت مين؟ الفريكوانسي زائد الحداشر ألف. طيب هرسم السبيكترم بتاعي ازاي؟ عند ال9000 عندي امبليتيود بروب، وعند ال11000 نفس الكلام امبليتيود بروب، ونفس الكلام في السالب ده الميرور بتاعي. طيب هو هنا عايز مين؟ عايز هاتيلي الابر واللور سايد باند، الابر واللور سايد باند اللي هو مين؟ انا اتفقت ان انا عندي هو الكارير كان عندي مين؟ كان هنا عند ال10000، فالاعلى من الكارير ده الابر والاقل من الكارير ده اللور. فالابر سايد باند السايد بتاعي الابر 11000، فهشوف عندي الفكه بتاعه السبيكترم بتاعي يبقى دي فكه الابر، يبقى الابر عندي عند ال 11000 بالموجب و 11000 بالسالب، فيبقى عندي الربع، ما انا كده كده عندي الامبليتيود مضروب في ده كله، يبقى الربع عندي نفس الكلام ربع مضروب في سيجما الاف ناقص ال 11000 زائد سيجما في الاف زائد ال 11000، يبقى انا عندي الابر في الجزء الموجب 11000 اهو وفي الجزء السالب. طيب اللور سايد باند المعادلة بتاعته برضو بتساوي مين؟ بتساوي ربع مضروبة في مين؟ سيجما الفريكوانسي ناقص 9000 زائد السيجما في الفريكوانسي زائد 9000. تمام كده؟ يبقى أنا كده طلعت الأبر واللور سايد باند. تاني مسألة عندي مديني الام اوف تي بيساوي 2 في كوزاين الالف تي زائد كوزاين الالفين تي، والكارير بتاعي 10000 تي، يعني عندي سيجنال بفريكوانسي 1000 وسيجنال بفريكوانسي 2000. عايز نفس الكلام، عايز السبيكتروم، عايز المودوليت السيجنال، وعايز اللور والابر المعادلات بتاعتهم. فاول حاجة اجيب الام اوف اف اللي هي مين؟ السبيكترم بتاعي اللي هي السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين، يبقى الام اوف اف هتساوي نص الامبليتيود، انا همسك اول كوزاين وتاني كوزاين، همسك واحده واحده، اول واحده عندي مين؟ الاثنين كوزاين الف تي، فاتنين كوزاين الف تي يبقى اتنين على الاثنين، انا عندي نص الامبليتيود، الامبليتيود عندي بكام؟ باتنين، مضروبه في مين؟ هفك بقى اول واحده هنا، عندي سيجما الفريكوانسي ناقص الالف على اتنين باور زائد سيجما الفريكوانسي زائد الالف على اتنين باور، دي كده فكت مين؟ اول كوزاين. طيب تاني كوزاين بقى هفكها عندها، الامبليتيود بتاعها بكام؟ بواحد، يبقى نص مضروب في مين؟ في سيجما الفريكوانسي ناقص الالفين تي، الالفين على الاتنين باي زائد السيجما في الفريكوانسي زائد الالفين على الاتنين باي. تمام كده؟ يبقى انا طلعت السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين اهي بالمنظر ده، يبقى انا عندي عند الالف على الاتنين يبقى 500، وهنا الفين على الاتنين يبقى 1000. فهرسم السبيكترم بتاعي، هرسم في الجزء الموجب والجزء السالب، هو نفس الكلام بس الميرور بتاعي. اول حاجه اتنين على الاتنين يعني بواحد، فيبقى عندي عند ال 500 البلصاي اللي عند ال 500 الامبليتيود بتاعها بواحد، ادي ال 500 الامبليتيود بتاعها بواحد. طيب الفريكوانسي اللي هو بألف على الباي ده الامبليتيود بتاعها بكام؟ بنص، يبقى ادي الالف على الباي الامبليتيود بتاعي بنص. تمام كده؟ يبقى انا طلعت الام اوف تي. طيب تاني مطلوب بتاعي عايز مين؟ الاكس اوف تي اللي هي الموديوليتد سيجنال، السيجنال اللي انا بعد ما عدلتها. طب انا عشان اعدل السيجنال يبقى انا بعمل موديوليشن، الموديوليشن ده هيكون الامبليتيود موديوليشن، اسهل نوع ان انا استخدم الموديوليتور بتاعي، الطريقه اللي انا بعدل بيها اللي هو الملتبلاير، هضرب السيجنال في الكارير. فادي الاثنين في كوزاين الف تي زائد الكوزاين الفين تي مضروبه في مين؟ كوزاين 10000 تي، وبعدين هضرب الكوزاين دي في الكوس، يبقى الكوزاين ال 10000 مضروبه في كوزاين ال 1000 تي، وبعدين افكها، فادي الكوزاين في الكوزاين يبقى نص كوزاين الفرق، بس ما انساش ان انا عندي امبليتيود بكام؟ باتنين، يبقى نص في الاتنين، كوزاين الفرق 10000 ناقص ال 1000 زائد كوزاين ال 10000 زائد ال 1000 يبقى ال 11000 زائد ادي الكوزاين التانية في الكوزاين، الكوزاين التانية في الكوزاين الكاري، فادي كوزاين الالفين في كوزاين العشر تلاف، بس امبليتيود هنا بقى المرة دي بكام؟ بواحد، فادي نص مضروبة في الواحد
مضروبة في مين؟ كوزين العشر تلاف ناقص الألفين زائد كوزين العشر تلاف زائد الألفين، يبقى 8000 والاتناشر ألف. ادي الاكس، عايزة احول بقى الاكس اوف تي دي للفريكوانسي دومين، احولها ازاي؟ يبقى نص نص الامبليتيود. اول حاجة عندي هنا خلاص، هنا الامبليتيود بقى بكام؟ بواحد. همسك اول حاجة عند كوزين التسعة تلاف وكوزين الحداشر الف وكوزين التمن تلاف وكوزين الاتناشر الف، يعني هيبقى عندي كام سيجما؟ تمانية سيجما. اول حاجة عند التسعة تلاف يبقى نص السيجما الاف ناقص التسعة تلاف على اتنين باي زائد السيجما الاف زائد التسعة تلاف على اتنين باي. نفس الكلام للحداشر الف، يبقى سيجما الفريكوانسي ناقص الحداشر الف على اتنين باي زائد السيجما الاف زائد الحداشر الف على اتنين باي. تمام كده. وبعدين امسك تاني حاجة، بس المرة دي هنا الامبليتيود بكام؟ بنص. وانا باخد في بحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين، يبقى نص الامبليتيود، وانا عندي نص يبقى ربع. ربع مضروب في سيجما الفريكوانسي ناقص التمن تلاف على اتنين باي زائد السيجما الفريكوانسي زائد التمن تلاف على اتنين باي. انا لسه ده كله في كوزين التمن تلاف، هدخل بعد كده لمين؟ للاتناشر الف. حول وبعدين ارسم الاسبكتروم بتاعي. ارسم الاسبكتروم بتاعي ازاي؟ انا عندي بلصاية عند 9000 على 2 باي، بس الامبليتيود بتاعها بكام؟ بنص. يبقى ادي النص عند 9000 على 2 باي. وبعدين الاف زائد 9000 على 2 باي، يبقى عندي سالب 9000 على 2 باي، ده في الجزء السالب، امبليتيودها برضو بنص. بعدين سيجما الاف ناقص ال 11000 على 2 باي، 11000 على 2 باي، يبقى ده في الجزء الموجب. وبعدين الامبليتيود بتاعها برضو بنص، فيبقى عندي هنا اهو بنص، وده 11000 على 2 باي، وادي ال 12000 على 2 باي، ده امبليتيودها بكام؟ بربع. وال 8000 الامبليتيود بتاعها بربع. يبقى ده السبيكترم بتاعي. طيب انا عايزه ارسم بقى، عايزه اجيب بعد كده مين؟ اللور سايد باند المعادله بتاعته، والابر سايد باند. هو مين الابر ومين اللور؟ انا عندي الابر سايد بان هو مين؟ ال11 وال12، واللور ال9000 وال8000، طبعا في الجزء السالب والجزء الموجب. فمعادلات بقى اللي بتعبر عندي، هيبقى همسك كل واحده بالامبليتود بتاعها والسيجما. فالابر سايد بان عباره عن نص ايه؟ السيجما الفريكوانسي ناقص ال11000 على 2 باي زائد السيجما الفريكوانسي ناقص زائد 11000 على 2 باي، والامبليتيود بتاعي بنص. يبقى انا كده خلصت اول سايد اهو بتاعي في الابر سايد باند. طب تاني واحد عندي في الابر سايد باند اللي هو ال 12000 على 2 باي، يبقى ربع، الامبليتيود بتاعي بربع، مضروبه في سيجما في الفريكوانسي ناقص ال 12000 على 2 باي زائد السيجما في الفريكوانسي زائد ال 12000 على 2 باي. تمام كده. اللور سايد باند نفس الكلام، اللي اصغر من الكارير بتاعي مين؟ ال 9000 وال 8000، وال 9000 عندي هنا الامبليتيود بتاعها بنص، يبقى نص السيجما فريكوانسي ناقص ال 9000 على 2 باي زائد السيجما الاف زائد 9000 على 2 باي، وال 8000 الامبليتيود بتاعها بربع. ده كده تاني مسألة. تالت مسألة، تالت مسألة عندي ال M of T مديهالي بكوزين ألف تي مضروبة في كوزين التلات تلاف تي، والكارير بتاعي نفس النظام بعشر تلاف تي. طيب هحول السبيكترم بتاعي ازاي؟ طيب انا عندي هنا كوزين في كوزين، عشان احول السبيكترم عايزة كوزين واحدة عشان احول السيجما دي. طيب ال M of T هتساوي نص كوزين الفرق زائد كوزين المجموع، يبقى التلات تلاف ناقص الألفين ألف ناقص الألف ألفين، والتلات تلاف زائد الألف يبقى أربعة تلاف. فآدي الام اوف اف هتساوي مين؟ أنا عايزة أحول بقى من التايم دومين للفريكونسي دومين، هتساوي مين؟ نص الأمبليتيود، أنا عندي الأمبليتيود أصلا بنص، يبقى ربع في السيجما الفريكونسي ناقص الألف الألفين على اتنين باي زائد السيجما الفريكونسي زائد الألفين على اتنين باي، زائد مين؟ السيجما الفريكونسي ناقص الأربعة تلاف على اتنين باي زائد السيجما الفريكونسي زائد الأربعة تلاف على اتنين باي. طب تاني مطلوب عايز مين؟ الاكس اوف تي. الاكس اوف تي دي عبارة عن مين؟ الام اوف تي مضروبة في الكارير، الكارير عندي بعشر تلاف تي.
طب الام اختي هخليها زي ما هي بنفس تحويلتها، مش هضرب، مش هيبقى عندي تلاتة كوزين، نفس الام اختي اللي انا حولت الاتنين كوزين هاخدها اهي، يبقى عندي نص كوزين الالفين تي زائد كوزين الاربع تلاف تي مضروبة في مين؟ كوزين 10,000 تي. تمام كده؟ اه معلش نسيت اقول السبيكترم في حالة الام اوف تي، انا عندي السبيكترم رسمته هتبقى عبارة عن مين؟ انا عندي عند الالفين على الاتنين باي والاربع تلاف على الاتنين باي، والامبليتيود بتاعهم الاتنين واحد بايه؟ بربع، مرة في الموجب ومرة في السالب. طيب الاكس اوف تي بقى عايز احول من التايم دومين للفريكوانسي دومين، هدخل الكوزاين دي هنا مرة والكوزاين هنا مرة، فكوزاين العشر تلاف تي مضروبة في كوزاين الالفين تي، هيبقى مرة كوزين الفرق زائد كوزين المجموع، يبقى 12,000 ومرة 8,000. الامبليتيود بره خالص هيبقى مين؟ نص الامبليتيود، وانا عندي الامبليتيود بنص، فيبقى ربع، لان انا ضربت كوزين في كوزين وكوزين في كوزين، فاخدت مشترك بره بقى كله ربع، فيبقى عندي الفرق 8,000 والمجموع 12,000. نفس الكلام ال 10,000 ال 4,000 يبقى 14,000 ومين؟ و6,000 دي. طيب عايز اجيب بقى المعادلة بتاعت الاكس اوف اف، هتساوي مين؟ هتساوي المفروض نص الامبليتيود، طب نص الامبليتيود عندي مين؟ 1/8، الامبليتيود عندي بربع، نصه يبقى تم، وبعدين سيجما الفريكوانسي ناقص ال 12,000 على 2 باي زائد السيجما الاف زائد ال 12,000 على 2 باي، وبعدين اكمل واحده واحده، وبعدين ارسم بقى ايه السبيكترم بتاعي، الاقي عندي الامبليتيود كله هنا مشترك بكام؟ بتوم، فالامبليتيود كله نفس الامبليتيود. طيب عايزه اطلع الابر سايد باند واللور سايد باند، الابر سايد باند واللور سايد باند اطلعهم ازاي؟ اول حاجه عندي الابر اللي بره يعني اللي اكبر من الفريكوانسي بتاع الكارير، الكارير بتاعي ب 10,000، فاللي اكبر من 10,000 ال 12,000 وال 14,000، فالابر المعادله بتاعته اللي هي مين؟ التون، ده قيمه الامبليتيود في السيجما مره الفريكوانسي ناقص ال 12,000 زائد الفريكوانسي زائد ال 12,000 زائد سيجما الفريكوانسي ناقص ال 14,000 زائد السيجما الفريكوانسي زائد ال 14,000. نفس النظام للور سايد باند، ده انا مين اللي اصغر مني بتاع الكارير اللي هو ال 8,000 وال 6,000. ده كده المسائل اللي عندي على الامبليتيود موديوليشن. الجزء اللي في الاول خالص انا عندي السيجنال، عايزه اجيب الموديوليت السيجنال بتاعتها، عايزه اجيب الابر واللور، عايزه اجيب السبيكترم، عايزه احول من التايم دومين للفريكوانسي دومين. المساله ممكن تيجي في الامتحان مثلا، ندخل تاني حاجة عندنا شدة، عايزة اجيب، عايزة اعرف انواع الموديوليتورز، هي ايه الموديوليتورز دي؟ اللي هي الطرق اللي بعمل بيها موديوليشن. تمام، انا شغالة في الامبليتيود موديوليشن، طب عشان اعمل الامبليتيود موديوليشن عندي ثلاث طرق، لا اما استخدم نوع الموديوليتور بتاعي، طريقة الموديوليتور بتاعي طريقة المالتبلاير، لا اما بطريقة النون لينير، لا اما بطريقة السويتشنج موديوليتور اللي هي تحتيها جزئين، لا اما بعمل بالدايت بريدج، لا اما الرينج موديوليتور. طيب اول حاجة عندي في المالتبلاير موديوليتور، مالتبلاير موديوليتور من اسمه يعني ايه؟ بضرب، يعني باخد السيجنال بتاعتي الام اوف تي والكارير ادخلهم على مالتبلاير، طلعت لي خلاص السيجنال الموديوليتور. ده في حالة الدبل سايد باند سبريسد كارير، انا لغاية دلوقتي ما دخلتش في الويست كارير، فالسبريسد كارير الام اوف تي مضروبه في الكارير طلعت لي السيجنال على طول. تمام كده، فادي السيجنال بتاعتي الام اوف اف، وادي الكارير ضربتهم الاثنين في بعض فطلع عندي ايه؟ لور سايد باند وابر سايد باند اللي هي عند اوميجا سي زائد الاوميجا ام، والاوميجا سي ناقص الاوميجا ام ده اللور، ونفس الكلام في السالب. طيب هو عيب المشكله، عيب النظام ده ان انا ما بشتغلش بيه اصلا، ليه؟ لانه غالي، محتاج تكلفه، انا محتاج ان انا كل شويه هجيب الام اوف تي واضربها في الكارير، ف كتكلفه هو غالي. طيب مشكلته ان انا ما بعرفش اطلع اللينياريتي بتاعتي، احافظ على اللينياريتي بتاعتي. طب حلها مين؟
النون لينير موديليتور. النون لينير موديليتور الموديليتور النون لينير. بستخدم نون لينير ديفايس. مين النون لينير ديفايس ده؟ لا اما بستخدم دايود لا اما ترانزستور. تمام، الموديليتور ده عشان احققه بستخدم نون لينير ديفايس. النون لينير ديفايس لا اما دايود لا اما ترانزستور. فالاوتبوت بتاعي يطلع لي نون لينير ديفايس، بتاع النون لينير ديفايس اللي هو عباره عن باور سيريز بالفورير. تمام، فادي الام اوف تي اول حاجه خالص انا بعمل ايه، ادي الام اوف تي والسي اوف تي اللي هي السيجنال بتاعتي، وادي الكارير هجمعهم مع بعض مره بالموجب ومره بالسالب، ادي السمشن. فطلعت لي مين؟ اكس واحد والاكس اتنين. الاكس واحد والاكس اتنين دي اللي هي الام اوف تي جمعتها مع السي اوف تي، لا اما السي اوف تي طرحتها من الام اوف تي هدخلها على النون لينير ديفايس. النون لينير ديفايس ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي باور سيريز. السيريز بتاعتي متسلسله، فهيطلع لي الواي واحد والواي اتنين. هجمع الواي واحد والواي اتنين طلع لي الزد اوف تي. طب انا عايز اطلع المودوليتد سيجنال، يبقى هدخلها على الباند باس فلتر. انا عايزه عند فريكوانسي الكاتو فريكوانسي عند اوميجا سي، فطلع لي السيجنال. طب هنمشي معادله معادله. اول حاجه الاكس اوف تي اللي هي الاكس واحد اوف تي هتساوي مين؟ الام اوف تي زائد الكوزين اوميجا سي تي، لا اما وتاني حاجه الاكس اتنين كوزين اوميجا سي تي ناقص الام اوف تي. تمام كده. طيب ال ده كده الاكس واحد وادي الاكس اتنين، ادي الاكس واحد وادي الاكس اتنين. هدخل الاكس واحد والاكس اتنين دي على مين؟ على النون لينير ديفايس. النون لينير ديفايس هيطلع لي الواي واحد اوف تي والواي اتنين اوف تي. فالواي واحد هي عبارة عن مين؟ هدخلها على النون لينير ديفايس هيعمل لي باور سيريز، فعبارة عن A x واحد زائد B x واحد تربيع اوف تي زائد C x واحد اس تلاتة اوف تي وهكذا. احنا هنكتفي بأول اتنين باور اللي هي اس واحد واس اتنين، فادي الواي واحد وادي الواي اتنين. وبعدين انا عايزه اطلع الموديليت السيجنال، انا لغايه دلوقتي لسه ما طلعتش الموديليت السيجنال، هدخلها على سمشن. هجمع الواي واحد زائد الواي اتنين، جمعت الواي واحد زائد الواي اتنين، طبعا هفك الاكس واحد والاكس اتنين وبعدين جمعت طلع عندي وحطيت التربيع وفكيت التربيع طلع عندي الزد اوف تي بيساوي 2 الاي في الام اوف تي زائد 4 بي الام اوف تي كوزين اوميجا سي تي. تمام، طب هو كده دي السيجنال المعدله، انا كده لسه ما مطلعتش السيجنال اللي انا عايزاه. انا عايزه اطلع ده السيجنال في كوزين اوميجا سي تي، عايزه اشيل الترم، انا مش عايزه السيجنال تاني، انا مالي ومالي السيجنال، انا حملتها على كارير بفريكوانسي عالي عشان السيجنال. انا لو وديت الام اوف تي كده لوحدها هتضيع معايا في الطريق، فهدخلها على مين؟ على باند باس فلتر او هاي باس فلتر. فانا عندي الباند باس فلتر اسهل لي، انا عايزه الرينج بتاعي اللي هي بتاع الام اوف تي مضروبه في الكوزين اوميجا سي تي. تمام، هو سنتر عند مين؟ عند الاوميجا سي، والباند ويدث بتاعي عباره عن 2 البي. فبعد الباند باس فلتر هيطلع لي مين؟ 4 البي في الام اوف تي كوزين اوميجا سي تي. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى ده النون لينير موديليتور بتاعي. اخر نوع عندي في الموديوليشن السويتشنج موديوليتور. السويتشنج موديوليتور ده انا بعمل بدل المالتيبليكيشن بسويتش. طب السويتش ده قلت لا اما رينج لا اما دايت بريدج، فالدايت بريدج ادي عندي الدايت متوصلين عندي كبريدج اهو، وبعدين ادخل السيجنال بتاعتي في البريدج ادي الاي بي في الطرفين ده، مره الدايت يكون شغال ومره مطفي وهنطلع السيجنال. فاول حاجه خالص المالتيبليكيشن هيحصل عن طريق السكوير بارتس ترين، مجموعة بلصات ترين من بلصس كده هتدخل بريودك هضربها في السيجنال بتاعتي اللي هي الاوميجا اوف تي، فكيتها عبارة عن مين؟ نص زائد اتنين على الباي في كوزين اوميجا سي ناقص التلت كوزين تلاتة اوميجا سي تي وهكذا. فالموديلات السيجنال عبارة عن مين؟ الام اوف تي في الاوميجا تي اللي هي الترين اوف بلص، ده الترين اوف بلص. ف
فنص الام اوف تي زائد الاتنين على الباي الام اوف تي كوزين الاوميجا سي تي على الاتنين على تلاتة باي الام اوف تي كوزين تلاتة اوميجا سي تي. تمام، ده الموديليتي السجن. طيب انا هركبها ازاي؟ ادي عندي مر السي والبي، انا السي المرة هدخل السيجنال السي والدي، سوري معلش سي والدي، مرة موجب سالب مرة سالب موجب. تمام، لو ما تدخل موجب سالب هنا موجب وهنا سالب السي والبي. فهلاقي عندي في دايد هيكون شغال والتاني هيكون مطفي، اللي هو دايد كابريتش، مرة يكون اوبن سيركت. هنا في الحالة دي هيكون اوبن سيركت، السي والدي هنا موجب وهنا سالب، فهنا مفيش دايد ولا دايد هيكون شغال، فيكون كله اوبن سيركت. طب في الحالة التانية سالب موجب، سالب موجب الدايد هيكون شغال، فهحطه وبعدين ادخله على باند باس فلتر، فادي الشانت بريدج. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى اهي عندي السيجنال لما بتكون الموديليتور بتاعي. هنقف غاية الجزء ده، والمرة الجاية ان شاء الله هنبقى نشرح المسائل اللي على الجزء ده، وبعدين ندخل في السنجل سايد باند والويس كارير ونشرحه ان شاء الله. لو في اي سؤال انا معاكم على الجروب ان شاء الله، ولو حد عايز يسأل في اي حاجة. السلام عليكم.